اهلا بحضراتكم مره تانية. الحقيقه معانا موضوع ساخن، موضوع جميل، بيكلمنا عن ان حق مصر ما بيروحش ابدا، والاثار اللي كانت منهوبه وكانت متاخده قبل كده بترجع وهترجع ولازم ترجع، لان في ناس بتشتغل على الموضوعات دي بقوه. معانا الاستاذ مختار القاضي، مدير ترميم الاثار بمحافظه شمال سيناء. اهلا بحضرتك معانا. اهلا وسهلا يا فندم، شرفت بحضرتك. الله يسلمك. قبل ما نطلع، يعني كان في الفاصل بنتكلم في حوار ساخن، احب اطلع مشاهدينا عليه ان مصر حقها ما بيروحش طبعا، ولو اثار اتسرقت هترجع، فعشان احبط اي ناس من بتفكر في اي حاجه هترجع الاثار وهيتمسكوا. تمام. فدلوقتي ان في كان بتقول لي موضوع ان كان في اثار متهربه او اتسرقت وحضرتك اتسرقت من زينة، فدلوقتي في استرديته منها، وبتقول لي لسه قريب استردينا كمان 95 قطعة خدتوها من الجانب الاسرائيلي استرديتوها. تمام. طب كلمني عن الموضوع ده. هو بعد حرب 67 وقيام اسرائيل او العدو الاسرائيلي بالاستيلاء على سينا بالكامل، واخد بال حضرتك، وقاموا بعمل تنقيب واسعه جدا جدا في شمال سينا وجنوب سينا، وقدروا يحصلوا على يعني اعداد كبيره جدا من الاثار. بمجرد انتهاء حرب 73 وتحقيق النصر على الصهاينه، تم تشكيل لجنه من مجلس اعلى الاثار، وكان فيها اثنين من كبار اساتذه الاثار، كان الدكتور الله يرحمه حسن الايه، الدكتور عبد الحليم نور الدين، وكان في الدكتور محمد عبد المقصود، وهو حي يرزق يعني ومن اصدقائي الاعزاء، وهم الاثنين ما شاء الله يعني علماء في الاثار. هو عبد الحليم نور الدين ده راجل شخصيه عملاق، الراجل ده شخصيه دوليه وانسان خلوق ومهذب وعالم اثار. انا اعرفه، عملت معاه لقاءات كتير قبل كده. الله يرحمه حسن الايه. فهو من اساتذتي على فكره، وكنت انا يعني سعدت وشرفت ان هو يدرس لي ماده الاثار المصريه. تمام. فطبعا تم تشكيل اللجنه دي وراحت فعلا لاسرائيل، وغالبيه الاثار اللي موجوده هناك تم استردادها بالفعل، وتم عرض. سافروا اسرائيل اياميا؟ سافروا اسرائيل، راحوا اسرائيل وشافوا الحاجات اللي الاثار اللي كانت متاخده كانت مسروقه. بالظبط. ابتدوا يرجعوها. هو كان في من شرط من شروط الاتفاقيه ان عوده الاثار لمصر. فجابوا فعلا اعداد كبيره جدا جدا، وتم عرض ما يصلح منها للعرض المتحفي، لان مش كل الاثار تصلح للعرض المتحفي. تمام. وتم عرضها في احد في ثلاث قاعات بمتحف الجيش القومي قبل القيام بعمل التطوير الحالي اللي بتتم في المتحف. فاخدنا جزء كبير فعلا من الاثار دي، وبصراحه يعني في تعاون في المجال ده، وخلال الشهور اللي فاتت دول تم استدار برضو حوالي 95 قطعه اثريه، بس من الجانب الاسرائيلي. دول كانوا متهربين عبر اسرائيل عشان يدخلوا اوروبا. فاسرائيل بصراحه يعني هي اللي رجعتهم مصر، ومصر حصلت على حقها وما زالت تطالب بالاثار اللي هي تم تهريبها. وفي اداره عندنا اسمها اداره الاثار المستردة، بتتبع الاثار، بتتبع الاثار اللي تم خروجها من مصر بطريقه علم غير مشروعه، وبتطالب بيها. وبالفعل تمكنت هذه الاداره الناشطه من استعاده 40,000 قطعه اثريه على مدار العشر سنين اللي فاتوا، وده يعتبر عدد كبير ونصر كبير لمصر في المجال الدبلوماسي. الا يحبط ذلك تجار الاثار وحراميه الاثار اللي بيسرقوها؟ هو بص سيادتك، هو ما يحصلهمش احباط ان الحاجه بتتمسك وبترجع، مهما الحاجه موثقه. تمام. فلو اتسرقت معروف دي رقمها ايه وقطعه ايه وهترجع. شوف قلت سيادتك ايه، قلت معروف هي فين ورقمها ايه. ماشي، القطعه اللي موجوده في متحف او موجوده في مخزن من مخازن الاثار بيتم تهريبها، فهي قطعه مسجله، معروف طولها ومعروف عرضها ومعروف الماده بتاعتها ايه والخامه ايه والرقم بتاعها كام، ممكن متصوره كمان، لكن او متصوره ومسجله. يعني معروف كل حاجه عنها. القطعه بقى اللي صعب ان انت تستردها، اللي هي متاخده من مقبره، وان في تم معرف بالحفر كلسه، وبعدين تم الاستيلاء عليها وتهريبها للخارج، دي مش مسجله عندنا، لكن في اجراءات قانونيه بتتاخد بحيث ان مصر تتمكن كان من استعاده هذه الاثار، وعن طريق الاداره دي. طب خليني اقول لك كده بالعربي، طب ما اثار فرعونيه هتكون بتاعت مين؟ يعني اثار فرعونيه اتمسكت في اوروبا بالذكاء هتبقى بتاعت مين؟ يعني بتاعت اخواننا هتبقى بتاعت مين يعني؟ بص يا فندم، بقول لحضرتك على حاجه. قانون حمايه الاثار لم يظهر الا في الثمانينات، بالتحديد سنه 83، وقبل كده كان في تجريم شويه كده على خفيف لتجاره الاثار، لكن في بعض القطع الاثريه طلعت عنوه، او طلعت كمان بطريقه شرعيه على فكره. يعني مثلا الامبراطوره اوجيني كان الخديوي اسماعيل كان علاقتهم ببعض طيبه جدا، ويقال ان هو كان يعني على علاقه شخصيه طيبه بيها جدا. فلما جت هنا مصر ودخلت المتحف المصري، وكان يا سيدي اللي هادي من جيبه، هو هيهادي من جيب الشعب. لا، ده باسبيرو الفرنساوي قال للخديوي سعيد، انا عشان اديها قطعه من المتحف انا محتاج موافقه الشعب المصري كله، وليس من حق اي حد الحصول على الاثار المصريه الا المصريين. فالخديوي مشي وما اتكلمش معاه.
عشان ما يحصلش على غضب يعني الفرنساويين وكده. فراح واخدها في متحف كان تحت الانشاء، كان موجود في منطقه بولاق الدكرور، واخد بال حضرتك؟ فعجبها اول متحف جدا. تخيل يعمل ايه، اداها كل المتحف هديه، قال لها بدل القطعه اللي كانت عاجباك وما خدتهاش انا هديكي كل المتحف ده هديه، وخدت المتحف كله هديه ليها. فده طلع بطريقه مشروعه عن طريق الحاكم، ده هترجعها ازاي. ودي قطعه المشهوره دلوقتي في متحف فيينا في النمسا، وموجوده حتى الان وتمثل آلاف القطع الأثرية. ده حكمي، ده محتل عثماني، ده بلاش كلام فارغ. بالضبط، هي يعني المفروض كان حاجات ناس تتبع وتتصرف بمنع عن الشعب، المفروض اللجنة تبقى عندهم ناس تتكلم بالطريقة زي ما أنا بقول كده. طب بص يا فندم، أيام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك طبعا كانت ألمانيا واخدة التمثال بتاع الملكة نفرتيتي، ورأس التمثال دي جميلة جدا وفي غاية الروعة، وقطعة نادرة ليس لها مثيل، يعني ما لهاش تمثال تاني شبهها خالص. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وكسبت مصر كمان كل القضايا المتعلقة، ومع ذلك ألمانيا لحد النهاردة رافضة تدينا قطعة الأثرية. هتروح تحاربها يعني عشان قطعة؟ لا، عندك اليونسكو بقى تدخل، ومن اليونسكو اسم، ما هو مش بقول احنا بنحفظ وبنعمل، في الناس بتاعت تشتغل عن طريق اليونسكو بقى. والله بص سيادتك، هو في شغل، احنا هديك رقم كده يعني ما تتخيلوش قوي، احنا لنا 1,000,000 قطعة أثرية بره. تمام. في اوروبا وفي استراليا وفي جميع دول العالم 1,000,000 قطعة أثرية. طيب. عندي مطالبات ناس عايزة تتكلم كتير بقى عن موضوع بتاع شمال سيناء، ان احنا عندنا قطع أثرية خاصة بشمال سيناء والتراث بتاع شمال سيناء، عشان حضرتك من المكان هناك. تمام. فدي فرصتنا ان احنا نتكلم اكتر عن الموضوع ده، وحضرتك مقيم طبعا، انا عارف حضرتك قلت في العريش. مقيم في العريش، دي جميل. بص حضرتك، شمال سيناء وجنوب سيناء ليها قطع متميزة جدا وأثار متميزة عن أي محافظة تانية. أولا هي محافظة حدودية، فتتميز بالتحصينات العسكرية والقلاع الحصينة. التحصينات دي كان ليها غرضين، الغرض الأولاني حماية حدود مصر، واخد بال حضرتك، لأن بيكون فيها حمايات عسكرية. الغرض الثاني اللي اتعمل أيام السلطان قنصول غوري كان غرض يعني سامي جدا جدا، وهو حماية الحجاج اللي بيروحوا على طريق الحج القديم، لأن الحجاج دول كانوا بيتعرضوا لعصابات البدو، وعصابات البدو دي كانت بتقوم بقتلهم والاستيلاء على كل ما معهم من أموال وممتلكات ودواب. فعمل القلاع حصينة جدا، وتم وضع حمايات عسكرية شديد القوة والتسليح، والحمايات العسكرية دي كان ليها قائد طبعا عسكري، وكان هدفها الى جانب طبعا تامين الطريق وحمايه الحجاج، القبض بقى على قطاع الطرق دول، وتطبيق حكم القصاص، الفساد في الارض يعني مفسدين في الارض عليهم، واخد بال حضرتك. فنجحت بنجاح ليس له مثيل في القبض على كل قطاع الطرق، وتامين طريق الحج القديم اللي كان مش عليه الملك قائد الثروه العربيه احمد عرابي، والملكه شجره الدر، والكثير من المشاهير العالم يعني مشوا في هذا الطريق. فاصبح الطريق محصن والطريق محمي، وتم يعني عمل محميات او حاميات او للدفاع عن الحجاج، والقاء القبض على قطاع الطرق، واصبح هذا الطريق يعني حتى الان طريق ممتاز جدا، هو طريق الحج البري. فده كان الهدف ده بالنسبه فيما يخص قلنا ايه لو طريق درب الحج القديم. في طريق تاني اسمه طريق حرس الحربي، واقدم طريق حربي على مستوى العالم كله، وكان الطريق ده اللي بيسلكه الجيش المصري اللي صد اي عدوان جاي عن طريق ايه الشرق لمحاربه مصر او محاوله الاستيلاء عليها. في طريق تاني شهير جدا جدا وجميل قوي قوي مش موجود، وفي اقدم كنائس وادريه في العالم، هو طريق العائله المقدسه. هذا الطريق اللي سار عليه السيد المسيح والسيده العذراء اثناء رحلتهم وانتقالهم من فلسطين الى مصر. هذا الطريق بيحتوي على اديره زي الكنيسه الشرقيه والكنيسه الغربيه بتل مخزن، بيحتوي على قلعه، في برضه كنيسه موجوده في قلعه الفرمه وفي منطقه الفرمه، في جزء من درب الحج القديم موجود في العريش، من اسف طريق حرس الحربي. المناطق دي بنستعد ان احنا نفتح فيها مزارات سياحيه، وفي مشروعات بالفعل قائمه فيها حتى الان، مشروعات حفار، مشروعات ترميم للحفاظ على المنطقه ونقلها للاجيال القادمه في احسن حال. حضرتك مقيم في العريش دلوقتي؟ ايوه فندم. فالعريش جميله جدا يعني، انت الاقامه كإقامة. احنا شفناها طبعا ورحنا العريش وكده، انا قصدي كعيشه بقى، انك عايش هناك. تمام. مبسوط في المكان؟ والله انا مبسوط، وبعدين انا علاقتي حلوه جدا باهل سينا، انا اصلا من الفيوم، محافظه الفيوم. تمام. ومقيم في سينا بقالي حوالي 23 سنه، وعلاقتي طيبه جدا، وانا متجوز واحده سينوائيه على فكره من عيله اسمها العكاوي. ممتاز. وعلاقتي باهل سينا طيبه، نحيي عيله العكاوي وعيله سينا واهل سينا كلها من هذا المكان الجميل. الله يعزك يا فندم. ليه بقى؟ لان انا سالت السؤال ده يمكن بعيد عن الاثار، بس بقول ان امننا القومي، امن مصر القومي، بان يكون في دايما كثافه سكانيه صح في المنطقه. كل ما كانت هناك كثافه سكانيه في سيناء
الكثافة السكانية دي أمن قومي، عشان كده بكلم أنت خدت القرار وعشت، فأنا بحييك وبدعو كثير من شبابنا وأهلنا وناسنا. سينا جميلة وعريش جميلة، وعيشوا يعني البلاد دي بلدنا، بلدنا إن احنا نعيش فيها ونوسع، نطلع من المكان الضيق لها فيه وفرص عمل ونشتغل. ده هيخلينا نأمن حدودنا وأمن مكاننا بالتواجد والتمركز والشغل والانتشار والكثافة السكانية، ده أمن قومي. نرجع بقى لموضوعنا بتاع التراث والآثار، وإن احنا بنتكلم على أن يكون في عندنا إنكم، نحول ده لاقتصاد، دخل قومي. يبقى عندنا، انا بتكلم عشان الفلوس مهمه كمان، يبقى في الشعب، الشعب محتاجين ان احنا الناس تشتغل وناس نبسط الناس نشتغل، يبقى في انكم. ازاي نحول التراث والشغل والاثار والمحافظ ده على انكم؟ هل في متاحف شغل مثلا هيتعمل هناك كده؟ فهمني بقى. طيب بص يا فندم، في مشروع اسمه مشروع تنميه سينا. تنميه سينا، وده بيشمل كافه النواحي الاقتصاديه في سينا والنواحي الخدميه زي المياه والصرف الصحي، واخد بال حضرتك، والزراعه والصناعه والري، ومنها الاثار. الاثار تم عمل مشروع تنميه سينا من يعني سنين كتيره فاتت، يعني اكتر من 20 سنه، وبيمول كل سنه من وزاره التخطيط، وده بيشمل ترميم الاثار وبيشمل الدراسات وبيشمل كمان اعمال الحفر والتنقيب، ودي موجوده في شمال وجنوب سيناء على استواء وماشيه بصوره كويسه، والدوله بتلزم كل وزاره تاخد الميزانيه دي انها تصرفها سنويا في كل ما يخدم سيناء. يعني صحيح المشروع ده يعني قد تعثر في اثناء الحرب، الفتره على الحرب على الارهاب، لكن عاد بقوه جدا وبرعايه مباشره من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واصبح هناك فعلا مشروعات كبيره وضخمه، مشروعات الطرق، تطوير الطريق الدولي. فيما يخص الاثار، في دلوقتي بعض المناطق بيتم اعدادها كمزارات سياحيه، في مشروعات كثيره للنهوض بالمراه السيناويه، احياء التراث السيناوي، في دلوقتي اعمال تطوير كبيره بتتم في متحف الريش القومي، وهيتم صياغه واعداد سيناريو وعرض متحفي جديد لهذا المتحف العظيم، اللي كان اول متحف على مستوى عالمي يقام في مصر. يعني هو اخضر من متحف شرم الشيخ، متحف شرم الشيخ بيحكي سيناريو عرض متحفي عن الاثار الفرعونيه، متحف ان شاء الله متحف العريش هيحكي قصه من عصور ما قبل التاريخ حتى العصر الاسلامي باذن الله ان شاء الله. تمام. الحقيقه انا بشكر حضرتك على كل ما تفضلت بيه، كلام محترم وكلام مهم جدا، ومزيد من النجاح. ويعني في اقل من نص دقيقه كده، لو في حضرتك كلمه توجهها وتقول لكل الناس اللي ممكن تشارك مع حضرتك وتشارك بالتواجد، ان يبقى في زيارات وفي توافد شباب جامعات ويروحوا يزوروا ويتواجدوا، ايه اللي ممكن يشوفوه هناك؟ فتقول لي في نص دقيقه كده لو سمحت. والله هو سينا اولا جميله جدا، ثاني حاجه يا ثاني اجمل جو وانقى جو في العالم كله. ممتاز. ثالث حاجه فيها محميات كتيره ممكن الواحد يزورها، زي محميه الاحراش ومحميه الزرانيق. ثالث حاجه فيها مناطق اثريه كويسه وتستحق الزياره، نزل القلاع والتحصينات العسكريه، ومسجد الزاهر بيبرس، ونقش الغوري في راس النقب، والكثير من الاثار الموجوده المنتشره في سيناء. سيناء بلد جميله واعدة، في رمل زجاجي، في ثروات كتيرة. أنا بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبشكر وزير السياحة والآثار والأمين العام على المجهودات الكبيرة، وبشكر إنهم وفروا ميزانيات ضخمة فعلا في سيناء، وعمل خطط للمستقبلية على مدار 10 سنين جايين إن شاء الله بيتم تخطيط سيناء اللي هتكون من أجمل المحافظات المصرية، لأن تم إهمالها فترة طويلة لها فترة الاحتلال، لكن دلوقتي الحمد لله رب العالمين بدأنا نمشي على الطريق الصحيح، وإن شاء الله بإذن الله ندعو الناس هي تقيم في سيناء، وبحيث إن دول يبقوا حائط الصد لأي اعتداء خارجي، ويبقوا برضو يعيشوا عيشة كويسة في مكان كويس، وكمان الدخل في سيناء يعني كماديات وكده أعلى بكتير من المحافظات التانية اللي بياخدوا مرتبات كويسة. شكرا أستاذ مختار، سعيد جدا بهذا الكلام اللي حضرتك قلته، وكلام اللي يعني بيطمنا على سيناء وجمال سيناء. أشكرك شكرا جزيلا. نعم فندم، بشكرك جدا. وبشكر كل حضرات السادة المشاهدين يتابعونا، قد إيه بلدنا جميلة، بلدنا عظيمة، والشعب المصري شعب عظيم. أنا بشكركم، بشكر كل الشعب المصري على مشاركته الفعالة أما نزل يشارك ويخلي صورة مصر صورة عظيمة أمام العالم وشعوب العالم كله. شعب عظيم، بشكركم كلكم، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.